تنظم مديرية التربية والتعليم بطولة ألعاب الكوة لكافة المنافسات على ملاعب جامعة فلسطين التقنية خضوري بمشاركة 26 مدرسة. طبعا الطالبات المتفوقات في المنافسات الست الوثب العالي والوثب العريض والطويل والقلي والقرص سيتأهلون للمنافسة على مستوى الوطن من أجل تحقيق نتائج متميزة. باعتقادي بأن هذه النشاطات هي من النشاطات المهمة جدا والتي تجعل من خلالها صقل لشخصية الطلاب وأيضا صورة لدعم نشاطات الطلاب وأيضا من أجل الوصول إلى مراحل ومواقع متميزة على مستوى الوطن بشكل عام. شاركت بالوثب العالي، أخذت الترتيب الأول ونطيت 125. المعرفة أول إشي والخبرة بتفيدني في المستقبل إذا لعبت رياضة إني أعرف هاي المهارة.